أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ابنتي عمرها 9 سنوات وترفض أن تقوم لصلاة الفجر علما بأنها ولله الحمد تصلي جميع الفروض، فماذا علي وهل آثم على تركها؟ تصلي جميع الفروض وهي ما تقوم لصلاة الفجر، ما هي بتصلي جميع الفروض. ألزمها بالقيام، عودها على القيام، لا تتساهل معها حتى تعتاد القيام وتنقاد له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.